نروح سريعا للحاج عامر حسين، طبعا عضو او رئيس لجنه المسابقات الاتحاد المصري لكره القدم. الحاج عامر مساء الخير. مساء الخير، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ الله يخليك، كله تمام الحمد لله. يعني الله يكون في عونك، لان طبعا بطولات كتيره جدا جدا بيتم استحداثها، وبالتحديد بخصوص الاهلي والزمالك اللي عندهم مشاركات افريقيه. فبتلاقي البطوله العربيه فكره جديده وتنظيم جديد ومسمى جديد للبطوله العربيه، في نفس الوقت مقترح بطوله السوبر ليج البطوله الافريقيه الاخرى. قول لي الوضع الحالي ايه بالتحديد، وموقف الاهلي والزمالك بخصوص المشاركه. مثلا خلينا نبتدي بالبطوله العربيه يا حاج عامر. هي الشروط اللي جايه من الاتحاد العربي ان اول الموسم الماضي اللي هو نادي الزمالك بيشارك على طول في النهائيات، تمام، واربع انديه هم بيختاروهم، منهم النادي الاهلي، تمام، ونختار نادي الاتحاد الكوره يرشح نادي يكون من ضمن الاربعه الاوائل بتوع الموسم اللي فات. تمام، فلما قلنا الاربعه الاوائل هيبقى الزمالك والاهلي وبيراميدز وطلائع الجيش اللي هو متفوق في الواجهات المباشره مع فيوتشر. تمام، فطبعا الزمالك والاهلي داخلين خلاص الموضوع محسوم يا حاج عامر. يعني الاتحاد العربي على اتصال بيهم. تمام، والاهلي بعت لكم ان هو خلاص موافق على المشاركه بشكل لا رسمي؟ لسه ما بعتش حاجه، او حتى بشكل ودي؟ لا لسه. تمام، وده بقول الشروط اللي جايه يعني. تمام، وبيراميدز عنده تعارض لانه هيلعب من الدور التمهيدي، لا هيلعب من الدور الاول والثاني في دورين بعد التمهيدي. ايوه، فالنادي اللي هيشارك من مصر غير الزمالك والاهلي هيلعب في الدورين دولت او دور منه، فبالتالي في تعارض بالنسبه بين لبيراميدز. بيراميدز مع الكونفدراليه. اه، فلو حصل التعارض ما اتحلتش الازمه ديت، هيبقى ايوه، الرابع اللي هو طلائع الجيش. طلائع الجيش، تمام. لان حتى لو فكرنا في الخامس اللي متساوي مع طلائع الجيش فيوتشر عنده نفس الازمه بتاعت النقطة. بيراميدز، لانه الاثنين بيلعبوا في نفس اليوم، يوم حد كل الكونفدراليه. فهي دي الموضوع كله. لكن من ضمن الشروط ان مش فهل الجيش بقى هيشارك؟ لازم هناخد موافقه الجيش كمان، لان انت عارف ان الجيش الموسم دوت فنيا بالظبط هيبقى عنده مشكله شويه، لان هو موقفه في الدوري، فهل هيلاحق على هنا ولا هنا؟ فده قراره هو. لو تم الاختيار لانه من ضمن الاربعه على طلائع الجيش لازم هناخد رايه، ووافق يبقى خلاص، ما وافقش هيبقى في طبعا نبعت للاتحاد العربي ان اول اربعه، بيراميدز الثالث عنده مشكله مع التعارض مع الكونفدراليه، لو تمام. حلها خلاص يبقى هو اللي هيخش. طلائع الجيش لو فنيا عنده مشكله يبقى هنبعت لهم، هل يتم اختيار بقى نادي باختيارنا احنا من اختياركم بصرف النظر عن الترتيب، او مش هياخدوا حد من عندنا ثالث؟ دي حاجه بتبقى الاتحاد العربي هم يبقوا يردوا علينا فيها. تمام، دي جزئيه غايه في الاهميه. طيب التواصل من الاتحاد العربي مع الانديه ومع الاتحاد في نفس الوقت، مظبوط كده؟ تمام، وبعت الشروط كلها للاتحاد امبارح. نعم، بعت الشروط بعت كلها، الشروط وميعاد البطوله من 20 ل 5/8، كان ميعاد الادوار الاولى طبعا شهر 3 و4. كان بيقال ان من الشروط ان لا لازم يكون في انديه جماهيريه، يعني الاتحاد العربي بيفضل كده، هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ لا، ده كان الاول من البطولات اللي فاتت، كان بصرف النظر عن الترتيب، ايوه، كان الاتحاد بيرشح، واحنا طبعا عشان ما كانش بنخلي حد يشترك في البطولتين عشان الوقت، لان احنا عملناها مره واحده وعملت مشكله كبيره مع الانديه والمواعيد، والدوري اتاخر جدا، لان كان النادي عندنا بيلعب عربي ويرجع يلعب افريقي، بعدين يرجع مباراه يلعب العوده بتاعت البطوله العربيه، لان كان رايح جاي. فيمكن المره دي عملوها عشان كده مجمعه 15 يوم ما عدا التصفيات التمهيديه، تمام، عشان الأندية كلها الجماهيرية والكبيرة. عشان كده هم بيختاروا أربعة باختيارهم بدون أي معايير بالزبط. وبدون اختيارات. فعشان كده في أندية تانية مش جماهيرية هتخش على حسب ترتيب الدوري. اللي هم قالوه إنه يبقى من ضمن أول أربعة. إذا يبقى كده الأهلي والزمالك خلاص موقفهم يكاد يكون محسوم بخصوص المشاركة في البطولة العربية، بس أنا عندي لازم ناقص موافقتهم هم. لازم موافقتهم هم طبعا هم. طبعا طبعا، دي جزئيه مهمه. وبعد كده نشرح لهم بقى التوقيتات والمشاكل اللي هتقابلهم، طيب، عشان يبقى قرارهم، لان هم هيطلعوا من بطوله الدوري، ايوه، لو ربنا وفقنا خلصنا طبعا قبل البطوله العربيه، هيخش على البطوله العربيه، والبطوله العربيه في نص 8 هتبدا الابطال الدوري الكونفدراليه الجديده. فطبعا مش هيبقى في فتره فهتعرضوا الموقف كله على الانديه وبعد كده ياخدوا قرارهم بقى. ما انا بشرحه قدام الناس كلها طبعا، واكيد النادي الاهلي طبعا عنده والزمالك عندهم من الاداريين اللي فاهمين جدا، عندهم المواعيد ديت لازم يدرسوها كويس،
يفكروا فيها طبعا من الناحيه الماديه. حضرتك الموضوع طبعا التسويقي بيهم دلوقتي الانديه، وموضوع الدولار انه لازم يدوا الاجهزه الفنيه هم محترفين، فمحتاجين بالظبط. موضوع المكافآت. ومن الناحيه الثانيه لازم يدرسوها فنيا، ومن الناحيه البدنيه لان داخلين على بطولات كتير الموسم اللي جاي، وخاصه ان الموسم اللي جاي في امم افريقيا برضو، الناس ما تنساش ان في بالظبط امم صح افريقيا صح الموسم صح اللي جاي، ففي 45 يوم رايحين من الموسم، فكل دي يعني صعوبات وارتباطات، خاصه ان المنتخب 60 70% من الزمالك والاهلي، كده الأمور هتبقى صعبة جدا في الحقيقة. فلازم تتحسب كويس، يعني لازم تتحسب كويس بدنيا فنيا. هل ده يتم في اقتراح هم يقدموا اقتراح نزود عدد القيد للاعيبه؟ بس برضه حتى لما بنزود عدد القيد زي الموسم دوت عندنا مرحله 2001 بالاضافه للفرق الكبيره، المفروض ان عندك 60 لعيب، بالظبط. والانديه لسه بنبدا في فبراير، اول ضغطه في فبراير، احنا من بدايه الموسم احنا مريحين، وفي كاس العالم وبنلعب ماتش في الاسبوع، فما كانش في اي ضغط. وانا قلت من بدايه الموسم ان كل الضغط في شهر 2 و3، تمام. لان في 6 جولات دوري المجموعات في شهر 2 و3 بالنسبه للاربع انديه بتوعنا في افريقيا، بالاضافه عندنا الاجنده الدوليه، مباراتين للمنتخب الوطني الاول، مباراتين للمنتخب الاولمبي، فاحنا لسه من اولها، والناس بتبدا بايه؟ بالزمزق ان في ضغط، فاحنا لسه ما عملناش حاجه يعني. يعني لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الدنيا رايحه كده. فلازم طب يفكروا انت فيها في كويس. الموقف ده هتتعامل ازاي يا حاج عامر؟ يعني انت الله يكون في عونك برضه، يعني افرض الاهلي والزمالك خلاص وافقوا على مشاركه في البطوله العربيه وعندهم بطوله دوري ابطال افريقيا، بخلاف الدوري، بخلاف مثلا بطوله كاس مصر، بخلاف مثلا سوبر المصري، تحديات كتير قوي، بتتعامل في الوضع ده ازاي يا حاج عامر؟ والله بحاول بقى اسهر الليل وقفل تليفونك ارجع لايامي كل يوم اقعد اسهر طول الليل وقفل تليفونك كابتن واقعد ابراهيم سعيد ادور. بيقول لك بقى اقفل تليفونك، مفيش حل حبيبي يا استاذ عامر، حاج عامر لكن اخبارك يا كابتن؟ ازيك يا حاج عامر، اخبارك ايه؟ ومعانا الكابتن الله محمد يخليك صلاح كمان. كابتن محمد انت معاك ازيك يا اتنين حاج نجوم كبيره حبيبي يا راجل وموزعهم ليبرو ونص ملعب ايوه وهداف بالظبط فالوضع هيكون صعب كده عليك يا حاج عامر، هتتصرف ازاي او الحلول والله ممكن انا تتمثل بقى لي فين؟ 10 سنين قضيتهم في صعوبه يعني، طبعا. بس المهم يعني النقطه المهمه ان الانديه بتاخد القرار وبعدين بتحملني انا المسؤوليه في الاخر. لا اجل، احنا مضغوطين، احنا بنمثل مصر، يعني الكلام دوت فيعمل عليك ضغط طبعا على انك انت غلطتك. طب انا من الايام بتاعت ربنا هي هي اللي في العالم كله، انا هجيب ايام منين؟ ما الايام محسوبه. وبعدين بره لما بيلعبوا في انديه بتلعب للناحيه التسويقيه فقط، ما يهمهاش البطولات في اوروبا، فبيلعب عشان يسوق اللعيبه بتاعته زي اياكس والمجموعه ديت بالظبط. وفي انديه بتلعب البطولات، احنا عندنا عايزين الاثنين، عايزين النواحي الماديه والنواحي الفنيه، والجمهور بيضغط على الانديه عشان تاخد البطوله، فبيبقى ضغط جامد من كل الجوانب، وفي الاخر بيجوا على الغلبان اللي انا اللي غلطان وانا بضغط الماتشات. طب انا هجيب ايام منين؟ ما طبعا يا زين، انت بتنصح يا حاج عامر الاهلي والزمالك ان هم يشاركوا في بطوله دوليه واحده بس، صح كده؟ لازم يدرسوها كويس، عشان انا لو قلت كده يدرسوها كان كويس. هقول لك هم مش عايزهم يلعبوا، يدرسوها كويس. هتتقال حاجه ثانيه، انا بقول من دلوقتي يدرسوها كويس. طب ممكن اصعب لك الموضوع اكتر شويه؟ معلش يعني استحملنا دلوقتي. افرض الاهلي طلب انه يشارك في 3 بطولات، يعني الاهلي كده كده بيشارك في دوري ابطال افريقيا، وهيشارك مثلا لو وافق في البطوله العربيه، وفي مقترح بطوله السوبر ليج الافريقيه. لو الاهلي طلب وفي ظل ممكن ما يكونش فيه تعارض في المواعيد، موقفكم انتوا هيكون ايه؟ موقف الاتحاد كمان، هل الاتحاد يحق ليه الموافقه او الرفض او حاجه لو الاهلي طلب انه يشارك في 3 بطولات ولا لا؟ ما هو الاتحاد العربي يمكن عشان طبعا الكابتن هاني نهاية رئيس الاتحاد العربي وعارف المشاكل اللي عندنا، فقبل كده كانوا بيعملوها اللي هي الذهاب والعوده. ومره واحده اتعملت في اسكندريه والقاهره مجمعه في الصيف، هي اللي هتتعمل المره دي. فهم عارفين ارتباطات دول شمال افريقيا عندهم ضغوط جامده، الموسم دوت كمان الخليج عندهم ضغوط جامده عشان كاس العالم اخذ وقت طويل، فعملوها مجمعه عشان يبعدوا عن مشاكل الدوريات والبطولات القاريه. فلو البطوله العربيه ديت هتبقى مؤثره مش في الجدول، هتبقى مؤثره مع الانديه في فترات الاعداد بتاعتها، مش هيبقى عندهم فرصه راحه بين الموسمين. انما السوبر الافريقي يعني دلوقتي انا ما اعرفش نظامهم الثمان انديه هيعملوه ازاي. كل شويه بيرموا حاجه كده بالظبط، لكن لسه مفيش اي توضيح. وبعدين ثمانيه، طب عدد كام المباريات قد ايه؟ خروج المغلوب، طب الاول لو خروج المغلوب قبل ثمانيه، خروج المغلوب، انت في الاخر المربع
هيبقى هم اللي بيوصلوا المربع في ابطال الدوري، لو هيشاركوا هنا وهنا يبقى انت بتكرر نفس المباريات هي هي. طيب خليني اسالك يا حاج عامر، لازم نحسبها الاول عدد المباريات والنظام اللي هيطلعوه والتوقيتات عشان اقدر احكم بشكل نهائي المتاح. طيب خليني اسالك سؤالين اخرانيين يعني بالتحديد بخصوص موعد نهائي كاس مصر ما بين الاهلي وبيراميدز، هل تم تحديده؟ وايضا موعد السوبر المصري، هل ايضا تم تحديده بشكل رسمي ولا لسه؟ يمكن عن تجربه الموسم دوت الانديه كلها بتعاتبني بقالها سنين وبتهاجمني الجمهور على ان احنا العالم كله بيحط الجدول طوال الموسم، واحنا كنا بنطلعه على اجزاء مره الاسباب امنيه لازم ناخد مفاهات كل اربع مراحل. دلوقتي الحمد لله الامور الامنيه كويسه الحمد لله ماشيه كويس، والنائب احمد دياب عامل مجهود كبير مع الامن ومع كل القيادات والاجهزه فالعمليه ماشيه كويس. طلعنا 29 جوله ما طلعنا 29 جوله ده الجدول مسلسل ورا بعض. تمام. جاء طبعا كاس العالم للانديه المفاجئ مش محطوط في الاجنده عندي. صح صح. فبالتالي عمل مؤجلات للاهلي. عمل ثلاث مؤجلات للاهلي وعمل نهائي كاس مصر المفروض كان 3 فبراير. ايوه صح. فبقى اربع مباريات. اربع مباريات عشان اتوقع يتعاملوا فين واضغط امتى. مشكله بالنسبه لي ان انا اعملها تعدل تاني. فبالتالي مش هقدر احط حاجه بشكل نهائي الا بعد دوري المجموعات اللي هو يوم 20/3 تمام قبل الاجنده الدوليه بتاعت المنتخب علشان ابقى عارف مين هيوصل من الانديه بتاعتنا مين مش هيوصل عشان نقدر كمان تحدد مواعيد واخلص المؤجلات بقدر الامكان في الفواصل علشان على الاقل الانديه تبقى ماشيه مع بعض في عدد المباريات علشان ما حدش يجي يقول تكافؤ الفرص والكلام اللي احنا متعودين عليه. صح. فبالتالي هستنى لغايه شهر 3 كده اشوف مين الانديه اللي ماشيه في البطوله مين اللي ممكن نكمل مين هيتاجل نهائي الكاس يتحط امتى. في عندنا السوبر برضو. السوبر الثاني احنا عملنا سوبر وفاضل سوبر ثاني في نفس الموسم. صح. فلازم برضو هيتحدد له ميعاد غالبا نبقى في شهر 5 برضه غالبا في شهر 5 تمام هتلعب في بره مصر. فبالتالي احنا كاس مصر لازم نلعبه غالبا في شهر 4 بعد المنتخب. بالظبط. حاج عامر يعني الله يكون في عونك، اتمنى لك التوفيق في اداره كل هذه الامور. انا بشكرك شكرا جزيلا الحاج عامر حسين طبعا رئيس لجنه المسابقات الاتحاد المصري لكره القدم.